تفاصيل هو ولا ليه علاقه اصلا بالامتحان. يعني هو ولا هو اللي بيحط الامتحان ولا هو مجرد توقيع تصديق بس على الامتحانات اللي هي اتحطت وكل حاجه. هو ما يفهمش في المناهج بتاعتنا اصلا عشان يروح يسرب ولا ما يسربش. الحل مش في الوزير ان هو يشيل ولا ما يشيلش. هو مش قادر يدير المنظومه ماشي متفقين بس مش هو الحل. طب ما قبل كده الوزراء اللي كانوا موجودين قبل كده وقبله 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 الامتحانات برده كانت بتتسرب بس كانت محدوده ما كانتش على الميديا بالانتشار الواسع اللي نازل ده كله. فيعني الناس اللي بتتكلم ان الوزير شايفين ان هو الحل ان الوزير هو يستقيل ملهاش اي فايده.